الرحمة اتنزعت من قلوبهم وما فرقش معاهم صلة الرحم ولا إنها من لحمهم ودمهم. محدش بيسأل فيا ولا حد بيعتف عليا، بقالي سنتين مرمية في الشارع من أم الليل. ياسمين ضحية إخواتها اللي مفيش عندهم أدنى مسؤولية وتخلوا عنها ورموها في الشارع لمدة سنتين من غير ما أي حد فيهم يسأل عنها ولا حتى يعرف أخبارها. ياسمين من خلال حديثنا معاها في موقع تحيا مصر كانت منكسرة جداً، ومن كتر الحزن كان باين على وشها اللي ظهر فيه جروح من شدة زعلها على نفسها ومن سوء حالتها النفسية، وده بعد ما اخواتها الخمسة رموها في الشارع وما حدش فيهم سأل عنها. اللي حصل مع ياسمين ده كان بسبب ان هي عندها شلل نصفي، وكانت بالنسبة لهم عبء وحمل تقيل جدا، وهم مش عايزين يساعدوها في مصاريف العلاج او حتى ياخدوها وينقلوها من مكان للتاني. مش بس دي الصدمة اللي خدتها في حياتها، ده كمان كانت متجوزة وجوزها طلع ندل اكتر من اخواتها وما تعرفش عنه اي حاجة لحد النهاردة، وده كمان سابها ومرضيش يتحمل المسؤولية وتبخر. ياسمين فضلت سنتين عايشة في الشوارع مش لاقية مأوى، من شارع لشارع من غير لبس أو أكل أو شرب، عايشة على عطف الناس اللي لسه في قلبهم شوية رحمة، في منهم اللي كان بيديها فلوس وفي منهم اللي كان بيديها أكل. ومن كتر تعبها النفسي اختارت إن هي تقعد لمدة شهرين في التراب مع الميتين، وكان من وجهة نظرها إن العالم التاني ده أرحم وأحن وأهدى بكتير من اللي هي شافته في حياتها. هو ممكن جحود في الدنيا يوصل خمس إخوات إنهم يرموا أختهم في الشارع وهي ظروفها الصحية صعبة وما بتقدرش تتحرك طبيعي؟ طب ما حدش في الخمسة وفر لها سكن أو خصص لها مصروف بعيد عنه خالص؟ أو قدر يوفر لها حياة كريمة؟ ياسمين مش عايزة تشوفهم تاني ولا تتعامل معاهم، ومش هتنسى إن إخواتها اللي هي طالعة معاهم في بيت واحد وأكلوا من نفس اللقمة وطالعين من بطن واحدة سابوها في الشارع للغريب وعرضوها لأنها كان ممكن يحصل معاها مصايب كتير. كل اللي البنت الضحية الغلبانة دي بتطلبه في حياتها إنها يتوفر لها مكان آمن تنام فيه آخر الليل، يكون فيه باب وأربع حيطان يحموها من اللي شافته في الشارع. كمان ياسمين بتتمنى كرسي متحرك ينقلها من مكان لآخر من غير ما تكلف حد إن هو يحركها أو يهتم بيها أو تكون حمل تقيل عليه. ياسمين عايزة تخدم نفسها بنفسها من غير مساعدة إخوات أو صحاب أو أي حد. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تكون سبب في كسرة بني آدم زي ما أنتم شايفين الحزن وكسرة النفس اللي فيها ياسمين، وهي ما عملتش حاجة في حياتها تستاهل كل التعب اللي شافته. كل ذنبها في الحياة إن هي عندها شلل نصفي. ربنا وصانا على صلة الأرحام، واللي حصل في قصة ياسمين محدش يرضى بيه، بس يا ترى إخواتها بعد ما هيشوفوا الفيديو ده هيكون ضميرهم مرتاح وهنكون قدرنا نحسسهم شوية بالذنب ويرجعوا أختهم لحضنهم مرة تانية ولا لأ؟